مزيد من التفاصيل حول ما يدور في القدس وآخر التطورات الأمنية مع مراسلة الحرة، تنضم إلي مباشرة من هناك ثروة شقرة. ثروة تفضل. أهلا يوسف، فعلا بعد نحن نتواجد بداية في حي الشيخ جراح حيث تنظم لجنة المتابعة العربية وعدد من نواب الكنيسة العرب من ضمنهم أحمد الطيبي وغيرهم وقفة احتجاجية أمام حي الشيخ جراح كما تشاهدون معنا في ظل انتشار للشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف أمام المداخل المختلفة لحي الشيخ جراح. هذه الوقفة الاحتجاجية لتسليط الضوء على مسيرة الأعلام وخطورتها كما وصفتها لجنة المتابعة والتي تحدثت عنها يوسف، خاصة أن منظمو المسيرة مسيرة الأعلام التي يحتفل بها المستوطنون بما يسموه بيوم توحيد القدس الشرقية والغربية، هذه المسيرة التي كانت محط جدل في الأيام الماضية والتي أجلت أكثر من مرة بسبب التوترات الأمنية في منطقة باب العمود وتحديدا في محيط مدينة القدس والمسجد الأقصى والبلدة القديمة. الشرطة الإسرائيلية ومنظمو هذه المسيرة اتفقوا على مسار لهذه المسيرة حيث ستصل إلى منطقة باب العمود من جانب، ومن جانب آخر لن تدخل إلى البلدة القديمة كما فهمنا، بل ستنطلق من باب الخليل وصولا إلى حائط المبكى. وهذه بطبيعة الحال ترفضها هذا المسار، أيضا يرفضه الفلسطينيون. وأنت شاهدت أيضا معنا يوسف كيف وصل يوم أمس إيتمار بن غفير عضو الكنيسة المتطرف إلى منطقة باب العمود وحصلت هناك مواجهات. إذن هذا المشهد هنا في منطقة الشيخ جراح الذي يعتبره كما قال أحمد الطيبي عضو الكنيسة في القائمة العربية الموحدة أن عدم تدخل المستشار القضائي للحكومة في حي مندلبلات بقضية الشيخ جراح ورفضه إبداء رأيه القانوني بهذه المسيرة ما هو إلا تأزيم للموقف وعدم التعامل مع هذه القضية كقضية سياسية وليس يعني قضية حقوقية وعقارية وليس قضية سياسية، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون في منطقة الشيخ جراح تحديدا. من جانب آخر كان هناك انتقادات من قبل نواب القائمة العربية المشتركة لعضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة منصور عباس الذي انضم إلى حكومة التغيير، وقالوا أن تمر يوم الثلاثاء المسيرة من مدينة القدس وتحديدا من منطقة باب العمود، هذا أمر مرفوض ويستوجب أن ينسحب منصور عباس الذي لاقى انتقادات لاذعة من أوساط عربية عدة ومن ضمنها القائمة العربية الموحدة في هذا الصدد، وقال أنهم يتحالفوا مع نافتالي بنت وهو اليميني كما وصفه أيمن أحمد الطيبي عفوا. الآن يتحدث عضو الكنيسة عوفر كسيف أيضا من القائمة العربية المشتركة أيضا، والذين يتحدثون مجملهم في خصوصية هذه القضية التي لا يجب أن تتوقف الحملات التضامن معها ولا حتى مع حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ويطالبون بأن يكون هناك ضغط سواء كان من قبل الحكومة الجديدة وأيضا من قبل المواطنين هنا في القدس أو حتى العرب في البلدات العربية داخل إسرائيل. يوسف، الحديث يدور يعني على الصعيد السياسي أنه قبل يومين نتحدث عن تنصيب الحكومة الجديدة المنتظرة، تم توقيع اتفاقيات الائتلاف بين الأحزاب، ائتلاف التغيير الثمانية كما يطلق عليها، هل لديك مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع واستعداد هذا الائتلاف إذن ليوم التنصيب أو ليوم إعلان الثقة بالحكومة الجديدة المنتظرة؟ هل ممكن إعادة بداية السؤال؟ أتحدث عن توقيع اتفاقيات الائتلاف بين أحزاب ائتلاف التغيير، نتحدث عن الأحزاب العربية التي تؤيد اليوم الحكومة الجديدة المنتظرة. بالفعل وقع عدد من الأحزاب مع حزب يش عتيد هناك مستقبل بزعامة يائر لبيد الذي تمكن من تشكيل حكومة ائتلافية وهي هدفها الإطاحة بنتنياهو، وسيتم عرض الائتلافات الحكومية المبرمة بين كل الأحزاب وحزب هناك مستقبل على سكرتاريا الكنيسة، وبالتالي لم يتبقى القليل من الوقت حتى يوم الأحد لأن تنصب هذه الحكومة وتمنح الثقة وتدلي اليمين. وبالتالي هناك من يقول أنه لم يتبقى
يتبقى الكثير من الوقت أمام هذه الحكومة لأن تكون حكومة فاعلة في إسرائيل، ولكن بطبيعة الحال هناك من يقول أن نتنياهو لربما بدأ يخسر الفرص في التأثير على هذه الحكومة، خاصة أن محاولاته في الأيام الماضية حاولت استمالة بعض النواب سواء من حزب يمين وغيرها من الأحزاب اليمينية لربما انهيار هذا الائتلاف الذي استطاع لبيد بشكل أو بآخر وبمحاولات شاقة وصعبة جدا أن يلملم شتات الأحزاب السياسية في إسرائيل وأن يندمج بين هذه التغيرات الأيديولوجية الصعبة والتي أيضا سيكون أمامها الكثير من الملفات الشائكة من ضمنها حياة الشيخ جراح، من ضمنها كما تحدثت وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مثلا ما يحدث في بلدة بيتا وهي البؤرة الاستيطانية أفيتار والتي كان هناك بطبيعة الحال أمر من الجيش الإسرائيلي بوقف بناء وتوسعة هذه البؤرة الاستيطانية بعد ذلك نتنياهو عارض هذا الموضوع، دفع هذا الأمر إلى أن يكون وزير الدفاع وهو عضو في هذه الحكومة الائتلافية بأن يقول أنه لا يجوز أو لا يمكن أن يكون هناك موافقة وغير مشروط بموافقة نتنياهو. هذه الملفات الشائكة التي تتعلق بالاستيطان، تتعلق بتهجير فلسطينيين من منازلهم هي محل جدل ثابت، ولكن لازلنا نتحدث أن هناك يومان سنكون أمام حكومة إسرائيلية فاعلة، سنكون أمام حكومة يرأسها نافتالي بنت لمدة عامين ومن ثم يليه يائر لبيد زعيم المعارضة إن صح التعبير، وأيضا سيكون هناك تحديات يراقبها الكثيرون اليوم وسيقولون أن هذه الحكومة ستتعامل مع القضايا الداخلية، ممكن أن تبتعد بشكل أو بآخر عن القضايا الجدلية لكي لا يفرط عقدها منذ بداية أيامها. أيضا كما ذكرت بخصوص مسيرة الأعلام، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت على أنه بسبب لربما بعض التحديات الأمنية سيتم طرح موضوع مسيرة الأعلام على الحكومة الجديدة، وهذا أيضا يعتبر تحدي جديد وأولي للحكومة التي ستكون في منصبها بعد يومين من تنصيبها في سدة الحكم هنا في إسرائيل، وأيضا هذه الحكومة ستكون الأولى منذ سنوات طوال من دون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. لك ثروة شقرة، كنت معي مباشرة من القدس، بالتأكيد قد نعود إليك خلال هذه النشرة والنشرات اللاحقة للوقوف معك على آخر التطورات التي تشهدها المدينة.